يعني الجهل هو العنصر الأساسي لسوء الفهم بين الإسلام والغرب، عن أي جهل تتحدثون؟ نعم، هناك نوعان من الجهل. النوع الأول سماه أحد الزملاء بفرنسا أوليفياوا، خصص كتابا بعنوان الجهل المقدس. كيف يمكننا أن نقدس الجهل؟ المجتمع هو الذي أدى الفاعلين الاجتماعيين إلى تقديس الجهل، وخصص الكتاب كله ليشرح كيف الخطاب الإسلامي الجاري الغالب في مجتمعاتنا يكرر عقائد دوغماتية دون أن يخضع هذه العقائد إلى تحليل تاريخي، لأن العقيدة نتيجة الفاعلين الاجتماعيين، بناء اجتماعي وتاريخي. العقائد لم تنزل من السماء، بل نعتني بنصوص لدينا كالنص القرآني، نفسره، يفسره الفاعلون الاجتماعيون وهم مختلفون في مشاربهم، اعتداء تعديد الوسائل التي تمكنهم من أن يقرأوا النص القرآني ويفسرونه كما ينبغي. هناك من يفسره بوسائل منهاجية، وآخر يفسره عفويا وكذا وكذا، وتنتشر هذه التفسيرات وتصبح عقائد أرثوذكسية تفرض على جميع المؤمنين أن يتقيدوا بها عندما يريدون أن يعبروا عما يحدث مثلا في المجتمع. وهكذا تغلب على المجتمع كله، على المجتمعات، مش مجتمع واحد، هذا عام للعالم الإسلامي المعاصر من أندونيسيا إلى المغرب. نشاهد هذه الظاهرة، وهي ظاهرة حديثة، ظاهرة تزامن ما يجري في المجتمعات الإسلامية منذ الثورة الإيرانية مثلا، سنعود إلى أو منذ ظهور إخوان المسلمين بمصر في عام 1928. إذا تتبعنا هذه الخطابات ومصادرها، وتتبعنا كيف ينفعل الناس في المجتمع ويتأثرون بهذه المعاملة مع النصوص، نفهم ماذا يحدث في مجتمعات. اسمح لي أضيف إلى مفهوم الجهل المقدس مفهوم آخر اقترحته أنا منذ 50 سنة، انطلاقا مما يجري في النظام التربوي في مجتمعاتنا المغربية منذ الاستقلال. اكتشفت أن هناك جهل مؤسس، جهل مؤسس مفهوم آخر. هذا مؤسس يعني أن النظام التربوي والذين يكلفون بتسيير هذا النظام وباقتراح البرامج التي يعتمد عليها الأستاذ عندما يعلم، هذا كله يؤسس للجهل، لأن البرامج لا تفتح، سنعود شقود المعرفة حتى تعلم في المدارس، وحتى سنعود بتفصيل، ولكن يجب أن ننطلق ونعيد النظر على هذين المفهومين لأنهما مفتاح لفهم ما نسميه
الإسلاموفوبيا والعنصرية وكذا. أكيد سنعود، هذا ردود فعل سنعود إليها بتفصيل. هذه ردود فعل لأشياء مهمة سيركون، سنعود إليها بتفصيل.